نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسام لا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين ألف، ويرمز له باللاتينية A، وهو مفيد للنمو ولسلامة النظر والجلد. في المتجر الكبير يوجد فيتامين ألف في الحليب، الجبن، البيض، والجزر، الموز، المشمش، التين، والزيتون. هل تعلمون أن التين والزيتون ثمرتان مباركتان؟ وقد ذكرتا في القرآن الكريم. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بفيتامين ألف. انظروا، يوجد فيتامين ألف في البيض، الحليب، الجبن، الموز. فيتامين ألف مفيد للنمو. واو، فيتامين ألف مفيد للعيون ولتقوية النظر، ويحافظ على سلامة الجلد. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.